اسمعني يا احمد، هلا بتروح لعند المعلم تمام، بما انه تاخرنا قل له حموده جاي وراي، بس راح يجيب سندويشه ياكل ويرجع. ماشي؟ ايه، بس انت لا تطول، لان انا شغل كومه. بعرف انا شغل، ما بطول، خمس دقائق بس. تمام بس قال لك وين راح محمد، قل له راح دقيقتين بس يجيب سندويشه ويرجع. ماشي؟ يلا جاي على الشغل لايحك. ماشي؟ روح. بدك شيء؟ ليك معك افراطه كم ليره ابو شرف؟ ما شيء معي ولا ليره. ايه في معي. شد معك؟ والله 5 ليرات. بس 5؟ يلا بكفيني حق سندويشة فلافل. بدك شيء؟ لا سلامتك، انا طلع بكره بعطيك اياها. ماشي؟ باخذ المعلم بعطيك. يلا سلامة. شو؟ شو بدك؟ بسلم لحاله الله يرضى. ما لازمني. بسمعني الله يرضى. شو؟ أنا يتيمة يا عم، بس أعطيني. عندي أخوي الصغير وأمي، بس بدي أشتري حق خبز يا عم، الله يرضى. بسلم من عندك المحارة، الله يرضاك يا عم. لك يا بنتي، ما معي ولا ليرة، صدقيني لو معي بعطيكي، بس صدقاً ما معي، ما في معي. الله يرضى، بسمعني يا عم. أنا يتيمة. ما بخاطر، إن شاء الله بطلع بخاطرك يا عم، الله يرضى. عندي اخواتي صغار الله يرزقك يا عم، بدي اشتري اخواتي خبز يا عم الله يرزقك، ان شاء الله مثل ما اعطيتني يا عم الله يرزقك وين ما رحت يا عم الله يرزقك. حسبي الله ونعم الوكيل. انتوا كم اخو واخت؟ وفي عندي اخوي صغير انا وانا وامي. ابوك وينه؟ ابوي متوفي يا عم. متوفى؟ سوري. بالحرب؟ حسبي الله ونعم الوكيل. الله يرحمه ويجعله من الشهداء يا رب. والله ما معي، والله انا بحياتي ما قصرت، بس شو بدي اعمل؟ صدقيني اقسم بالله اني اخذت هاي الخمسة من واحد من عنا من الورشة بس مشان اكل فيها، بس ما لي نصيب اكل. معلش بحس حالي اكلت بما انه انت راح تاكل. يلا روح اكل. لا معلش انتوا خذوا خلص، روحي خذي اشتري فيه اكل وكأني أنا أكلت. يلا سلام. يا رب ترزقه ويكون حبتي ما فرقت. يا رب يجيب أشلة تراب من يلعب على ذهب. شو ها؟ 100 ليرة. سبحانك يا رب، ما كان معي ولا فرنك اكل. حسنت هالبنت اليتيم الله بعث لي اياها. الحمد لله يا رب، صار فيني اكل يوم ويومين ثلاثة بدون ما اخذ سلفة. الحمد لله، فعلا صدقة تجلب الرزق وتفتح وش الواحد. يا ريتني متصدق بأكثر من 5 ليرات، 5 ليرات جاني 100، لو متصدق ب10 شو كان جاني؟ الحمد لله. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء